الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، في ظل الحملات المتوالية التي تحارب الإسلام والتي تهدف إلى إضعاف المسلمين وطعنهم في عقيدتهم، نحاول جاهدين في قناة الصحب والآل الفضائية أن نبين الدين الصحيح وأن نعلم الناس العقيدة الإسلامية الصحيحة وأن ندافع عن الإسلام والمسلمين والمقدسات الإسلامية ونعالج مشكلات وقضايا مجتمعاتنا الإسلامية المعاصرة بما يتفق وشرعنا الحكيم. تحت هذا العنوان انطلقت قناة الصحب والآل الفضائية لتكون داعية لله بالنصيحة والحكمة والموعظة الحسنة. انطلقت قناة الصحب والآل تحت مظلة ائتلاف المسلمين للدفاع عن الصحب والآل في مصر والعالم الإسلامي. انطلقت قناة الصحب والآل لتخاطب أهل الحق بحق وأهل الباطل بحق، والتي أسأل الله جل وعلا أن يجعلها هداية للضالين وإرشادا للتائهين إلى يوم الدين، اللهم آمين. وهذه حلقة خاصة نتحدث فيها عن حاجة الأمة إلى الإعلام الهادف. قناة الصحب والآل نموذجا إيجابيا. يسعدني ويشرفني أن يكون معي اليوم أستاذين وباحثين من المتخصصين في هذا المجال. معي ومعكم اليوم إن شاء الله تعالى فضيلة شيخنا الحبيب الشيخ النميري بن علي إدريس، الداعي الإسلامي المعروف والباحث في الشؤون الإسلامية. حياكم الله فضيلة الشيخ. الله يحييك ويبقيك على الطاعة. الله يجزاك خير. كذلك معي فضيلة الأستاذ صالح إدريس، المستشار الإعلامي المعروف. حياكم الله. الله يحييك. ابدا معك فضيلة الشيخ. لماذا الصحب ولماذا الآل؟ وما وجه العلاقة بين الصحب والآل؟ الحمد لله رب العالمين على آلائه، وهو أهل الحمد والنعم ذي الملك والملكوت الواحد الصمد البر المهيمن مبدي الخلق من عدم، من علم الناس ما لا يعلمون وبالبيان أنطقهم والخط بالقلم، ثم الصلاة على أكرم مبعوث بخير هدي في أكرم الأمم، والآل والصحب والأزواج كلهم ما لاح نجم وما شمس الضحى طلعت، وعد ما في أنفاس الكون من نسم، وبعد فمن يرد الله به خيرا يفقه في دينه القيم. حياكم الله وبياكم، وطيب الله أسماعنا ومشاهداتنا وإياكم، وبوأنا الله وإياكم من الجنة منزلا. حيا الله الوجوه والأسارير، نفاحة الطيب كأفواه القوارير، تحيي الضمير وتقي الجمع من التكسير، ونسأله كما جمعنا وإياكم ها هنا أن يجمعنا أخرى أبدية سرمدية في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وأبث البشرى عبر هذا الأثير وعبر هذا الفضاء لكل من يسمعنا، وأن نبشرهم بأننا سيكون طرحا هادئا هادفا بعيدا عن الغلو وبعيدا عن الإفراط والتفريط والإجحاف. أولا، أول ما نبدأ نتكلم عن الآل. الآل، لماذا الآل أو لماذا الصحب والآل؟ فلما نتكلم عن الآل نريد أن نقول أولا التعريف اللغوي للآل، من أين أتت هذه الكلمة وما هو أصلها، ثم بعد ذلك نرجع إلى التعريف الشرعي لها ولماذا كانت وما هو اشتقاقها. حقيقة أهل العلم عندهم اختلاف تنوع في الآل من حيث الاشتقاق اللغوي ومن حيث المعنى الشرعي، فنأتي سريعا إلى كلامهم. فمثلا تجد الإمام الخليل بن أحمد رحمه الله رحمة واسعة في كتاب العين، وهو من أمتع الكتب التي من كتب المعاجم، يقول الأصل في كلمة الآل أنها من أول أو من آل الشيء، أي رجع إلى أصله. ابن فارس أيضا في معجم مقيس اللغة يقول مثل هذا الكلام رحمه الله. فأنقل كلاما جميلا من كلامهم، يقول ابن فارس: آل يقول أي رجع، يقول الناس أول الحكم أي أرجعه إلى أصله. ولذلك ربنا تبارك وتعالى وهو يوضح لنا مثل هذا الكلام قال الله عز وجل في سورة يوسف: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي
حق. ولذلك هذا هو معنى من المعنى. أيضا الإمام ابن تيمية رحمه الله اختار هذا المعنى، ابن الجوزي أيضا اختار هذا المعنى. هناك أيضا معنى آخر ذهب إليه الراغب الأصبهاني في كتاب المفردات، عنده كتاب ممتاز في مفردات ألفاظ القرآن، لما ربنا عز وجل ذكرها ألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخة، قال رحمة الله عليكم وبركاته أهل البيت. فمن هنا قال أهل، هذه جاية من فين؟ جاية من أهل. طيب وبعدين إيش اللي صار؟ قال انقلبت هذه فبقت أهل، همزة قطع وراها همزة قطع وراها حرف إيش؟ وراها حرف اللام، ثم تحرك الساكن للمتحرك فبقت آل، مثل كلمة آخر هي عبارة عن آخر، ومثل كلمة آدم عبارة عن أأدم فبقت آدم إلى غير ذلك. الإمام الفيروز أبادي رحمه الله في كتابه اللي هو في المصباح وفي لسان العرب ذكر القولين اللي هي من كلمة آل بمعنى يؤول أو أول، وذكر آل بمعنى أهل، ولم يرجح بينهما. لابن القيم قال لا، ما ينبغي أن احنا نأتي ونقول حرف مقلوب من حرف، وهذا عند العرب يكون شاذا أحيانا. وأيضا يقول إن لفظة آل هذه تضاف إلى النكرة، لا تضاف دائما للمعرفة، بينما لفظة أهل تضاف للنكرة وتضاف لماذا؟ تضاف إلى المعرفة. هذا التأصيل اللغوي، هذا من حيث التأصيل. أيوة من حيث أيوة هذا كله متكلم من حيث التأصيل اللغوي. ابن الجوزي يقول كلاما جميلا، يقول إن كلمة آل هذه جمعت إلى مقصدين من حيث النسب ومن حيث السبب. هذا لأن حندخل على التأصيلات الشرعية. قال من حيث النسب أشارت إلى الأهل والقرابة، أهل الرجل وآل الرجل هم أهله وقرابته. ومن حيث السبب أشارت إلى قول ربنا تبارك وتعالى أدخل آل فرعون أشد العذاب، فأصبحت هنا آل تدل على معنى ثالث وهم الأتباع. آل تأتي المعنى ثالث وهو الأتباع، بعد قلنا أول وقلنا أهل، فبقت آل تدل على معنى ثالث وهو ماذا؟ وهو الأتباع. طب وش الدليل؟ قلنا الدليل هنا دليل السبب، وربنا مو يقول تبارك وتعالى ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، ولا شك أن مقصود به هنا من من قرية أناس يتطهرون. إذن بقت هذا بمعنى إيش؟ بمعنى السبب. إذن جمعت بين النسب وجمعت بمعنى إيش؟ بمعنى السبب. وأهل العلم لما يطلقون لفظ الآل يدخل عليه أهل الرجل، ولذلك قالوا أهل الرجل هو زوجته. لماذا أصل في ذلك؟ لكي أقول لكم يا جماعة لابد أن نضيف معنى يغيب عن الناس، إن آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام يدخل فيه زوجاته رضي الله عنهن وأرضاه. لأن بعض أهل البدع يطلعون زوجات النبي من الآل، يقصرونه على أنهم آل علي وآل عقيل وآل المطلب وآل الحارث، ويخرجون إيش زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، يقول ليسوا هن المقصودات بلفظة الآل. ومنهم أيضا من يخرج أتباع النبي عليه الصلاة والسلام من إيش؟ من الآل. فنقول هذا كله يدخل، لكن هناك تأتي مسائل خفية نبينها في طياتي. يعني إذن الصحابة يدخلون بالسبب. ممتاز. الصحابة يدخلون بالسبب في أنهم من إيش؟ من آل النبي عليه الصلاة والسلام. طيب يعني إذن الكلمة لها مدلول شرعي. أكيد، وده اللي حنتكلم فيه احنا الان، ندخل فيه الان كلمة الصحب. لو قلنا مثلا الصحب هي الآل او الآل هي الصحب، من هناك خلاف او وجه خلاف بينهم؟ لا، هنا الان يسمونه العلماء من عطف العام على الخاص والخاص على العام. نعم، من عطف العام على الخاص. ايوه العام على لا، في بينهم عموم بينهم خصوص. ايه. الصاحب هو كل من لقي النبي عليه الصلاة والسلام، فخرج منه من لم يلقى النبي عليه الصلاة والسلام، لهذا يسمى تابعي. مؤمنا به فخرج منه من لقيه وقد كفر به، ولو كان من بيت النبي عليه الصلاة والسلام كأبي جهل وكأبي لهب وكأبي طالب. كل من لقي النبي عليه الصلاة والسلام. بعض الناس يقول لك الصحب كل من رأى النبي، يقول طب ابن أم مكتوب كان أعمى. صحيح. فهذا المعنى لابد أن يكون المعنى في التعريف،
جامعا مانعا. فنقول كل من لقي النبي عليه الصلاة والسلام فخرج منه من لم يلقى وقد عاش في حياته مثل أويس القرني أيوة، ومثل أبو عثمان النهدي عبد الرحمن ابن مل، ومثل اليوم الصنابحي. فرق بينه وبين أن يكون رضي الله عنه صحابيا فرق بينه 4 ليالي، ما وصل ينبع هنا راح قالوا النبي إيش مات عليه الصلاة والسلام، فتحول من رضي الله عنه إلى رحمه الله من صحابي إلى تابع. كل من لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ومات على ذلك خرج منه مين اللي لقي النبي وآمن وبعدين إيش ارتد، وبعد ذلك ماذا ارتد كمسيلمة وغيره من ارتد من إيش من العرب في ذلك الزمان. طيب الآن هذا خصوص العموم، احنا قلنا الآن يدخل فيها الأهل ويدخل فيها والأهل والسبب والأتباع يدخل فيها. إذن هذا من عطف إيش؟ هذا من عطف العام على الخاص، هذا من عطف العام على الخاص. فبينهما عموم وبينهما خصوص. بعض الناس يتساءل لماذا أنتم تنشئون قناة لتردوا بها على الشيعة، لماذا لا تنشئوا مثلا قناة تردوا بها على الملحدين أو اليهود أو ما شابه؟ فهل الشيعة من الخطورة بمكان حتى ننشئ لهم قناة خاصة لرد عليهم؟ أولا إحنا لا نريد أن نشخصن القضية حقيقة، يعني بعض الناس يشخصن هذه القضايا فيجعلها من باب الشخص، يعني كيف انكم انتم الان خلاص اصبح كل همكم هم انكم تردون على طائفة معينة او على فرقة معينة. نحن ليس الامر هكذا في الحقيقة، انما نحن القناة هذه انشئت وان شاء الله عز وجل اكتب الله لها القبول بين الناس لتزيل الغبار وتصحح المفاهيم. جميل. نحن بنزيل الغبار، ليش نصحح المفاهيم؟ لأن يا أخي لا يمكن أبدا أن تأتي لرجال كرام ذكرهم الله في القرآن ثاني اثنين إذ هما في الغار ثم تكفرهم، هذه واحدة. من الصعب جدا أنك تأتي لأناس كرام فلما قضى زيد منها وطرا ثم تكفرهم. أبو بكر الباقلاني، أنا أحكي قصة الآن استطراد لكن في الموضوع نفسه، أبو بكر الباقلاني أرسله الخليفة العباسي سنة 773 إلى ملك الروم. فلما جاء أبو بكر الباقلاني يدخل من الباب وجد أنهم قد جعل له الباب إيش قصير لكي إذا دخل ينحني كأنه ساردا والملك أمامه. فماذا فعل أبو بكر الباقلاني؟ راح دخل بإيش بظهره، ففهم الملك أن هذا الرجل داهية من داهيات إيش المسلمين. فأول ما دخل طبعا مجمع له القصص والرهبان أمامه، فراح سلم عليهم وقال لهم كيف حال الأولاد والأزواج؟ فاغتاظ الملك قال له هذول لا يتزوجون ولا يتناكحون ولا يتناسلون. قال له عجيب، وكيف جعلتم لله عز وجل زوجة؟ نعم. فاشتاط غضبا بعد ما انتهى من هذه، فقال له رسولكم كان يحارب وينتصر ويهزم؟ قال لي نعم، كان يحارب وينتصر ويهزم عليه الصلاة والسلام لحكمة يعلمها الله عز وجل. قال كيف نبي يهزم؟ قال عجبته، وكيف لإله يترك ابنه يصلب؟ إذن هذا تصحيح كانت إيش يا أخواني؟ قناة حجة. يا سلام، جزاك الله، هذا اللي احنا في هذه القناة. لا احنا أخوان ليس لنا أعداء، نحن دعوة محبة دعوة رحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فبما رحمة من الله لنت لهم، نحن دعوة محبة ودعوة رحمة، ليس لنا عداوة مع أحد إلا ما دل عليه الدليل، فإن تابوا وأقاموا الصلاة فإخوانكم في الدين. لذلك يا شيخ احنا قلنا أن نوجه للعوام كلمات هادئة وبسيطة، نحن لا نقيم عليهم الحدود، ولكن نحن نرجو الله عز وجل أن لهم الهداية وأن نأخذ بأيديهم إلى الصلاح وأن يكونوا معنا في الجنة. صلى الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم تحت ظل عرش الله عز وجل يوم لا ظل إلا ظل. طيب أستاذ صالح، كيف ترى حاجة الأمة إلى الإعلام الحديث؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الخلق محمد بن عبد الله سيد الخلق أجمعين، اللهم صل وسلم وبارك وأنعم عليه. أشكر لكم أولا استضافة في هذه القناة المباركة، وأسأل الله أن يجعلها قناة خير ومنبر خير ومنبر هادف في خضم هذه المنابر للأسف الشديد التي تنعق بما لا يصلح
في هذا الزمان. حاجة الأمة للإعلام الهادف حاجة ماسة وحاجة ملحة، وكحاجة الأرض العطشة للمطر. للأسف الشديد الإعلام الآن أصبح مسيس ومسير، وحتى يعني أن قناة، أي قناة تنشأ تتحدث عن أهواء وتوجهات منشئها، ميول وميوله، نعم، ولكن لا تتحدث عن 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 قيم ودين ولا تخدم قضية. وهذه مشكلة الآن يعني برزت بشكل ملحوظ وخطير. الآن القنوات يعني تنزل قنوات على القمر الصناعي فتجد أكثر من 1000 قناة، وشيء يعني غير طبيعي، وتسمياتها يعني تسمى تسميات تضم فيها الخير، ولكن تجد أنها كما أسلف الشيخ النميري أنها مشخصنة، تتحدث عن أشخاص وتتحدث إلى وجهات معينة ولا طائفة معينة، وهذا للأسف الشديد ما جعل الإعلام يهبط إلى أدنى مستوياته في هذا الزمن. إحنا الآن أمة في خضم حرب إعلامية شعواء، وللأسف الشديد لم نتنبه إلى أنه الإعلام هو السلاح الأقوى الآن، وليست الأسلحة التقليدية. حرب الإعلامية هي الأقوى الآن، هم يحاربون الآن إعلاميا. حاجة الماسة للإعلام الهادف، أنا ما يعني ما أعرف، يعني قد يكون عندي تحفظ على إعلام إسلامي وإعلام غير إسلامي. الإسلام منهاج حياة، منهاج أمة، يعني زي ما يقولوا أسلوب حياة تعيشه. الرسول صلى الله عليه وسلم كان عندما سئلت عائشة عن خلقه قالت كان خلقه القرآن. كيف خلقه القرآن؟ يعني ما نزل به القرآن يطبقه في حياته، في سلوكياته. الرسول صلى الله عليه وسلم، وأذكر حقيقة يعني حادثة قد تكون يعني لها علاقة في الإعلام، أو نتحدث الملك عبد الله الثاني في أمام البرلمان ذات مرة، في والمقطع حقيقة نشر على مستوى واسع، تكلم عن ما يأمر به الرسول صلى الله عليه وسلم في الرسول صلى الله عليه وسلم منهاج حياته أن تحب لأخيك، أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك. ومنهاج الرسول صلى الله عليه وسلم أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس النيام تدخل الجنة بسلام. وإفشاء السلام أن تقول لمن تلقاه وتسلم على من عرفت ومن لم تعرف. هذا منهاج، هذا إعلام بحد ذاته. بس نسبة شخص الصالح المسألة، يعني مثلا تجد القنوات الإسلامية والقنوات التي تبث الأفلام والمسلسلات تجد فروق كبيرة وضخمة جدا. القنوات الإسلامية مثلا دائما ما تعاني أزمات اقتصادية ومشاكل ولا تستطيع أن هي تواصل، أما قنوات الأفلام عليها إقبال كبير جدا. هذا يعود إلى نقص الإمكانات أم ثقافة بعض الجماهير السلبية في المجتمع الآن؟ صحيح. الرسول صلى الله عليه وسلم، أجيبك بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول حفت النار بالشهوات، وحفت الجنة بالمكاره. صحيح. يعني الآن أصبح هم كل إنسان يعيش على وجه البسيطة أن يؤمن منزل، سيارة، مال، يكون له رصيد في البنك. فأصبحت التطلع ليس ثقافيا، ليس معنويا، تطلع مادي. والمادي هذا ما تأتي به القنوات بالنسبة لمنشئ القنوات. أيوة نعم أنا أتكلم عن منشئ القنوات بالنسبة للجماهير. أيوة أنا أتحدث عن الجماهير. لا، بعض الثقافة الجماهير تلد في البيت. نعم. مثلا إن حصلت قناة إسلامية وقناة إسلامية بالضبط. صحيح القنوات. أيوة. الكرتون والمسلسلات والأفلام. أيوة. والهندي. نعم. واللي كله شغال على أشده. أيوة. ما في ثقافة متابعة شيء ثقافي إسلامي. نعم. بالإضافة إلى حقيقة نتكلم بشفافية. نعم. برضو ضعف القنوات الإسلامية التي تنشر طرح. أيوة. ضعف الطرح فيها وضعف الهيكلة البرامج. يعني أنا أفتح على قناة بث تجريبي، قناة إسلامية، سيب من القنوات ما نبغى نذكر اسم، تجد في القناة شيء مكرر أو منسوخ عن قنوات أخرى، يا أما ناشيد مستمر، يا أما أغاني أو أغاني إسلامية أقصد، أو أناشيد إسلامية،
تكرر على مدار الساعة. وإذا يعني دخل في وسطها كذا موضوع سمين وثقافي إسلامي طيب يكون في وقت ضئيل. والمشكلة إحنا كنا لما درسنا الإعلام كنا نقول إنه التلفزيون أو البرامج المشاهدة أو القنوات الفضائية أو أي شيء فيه صوت وصورة خطير جدا خطير جدا. يعني أنت تكتب في الجريدة أمر سهل، خلاص كتبت في الجريدة نزلت الجريدة انتهت. لكن أنك تبقى على مدار الساعة تتحدث في قناة فضائية إن لم تكن برامج وهيكلة قوية تحت يد متخصصين وهادفة وتحت يد أناس على مستوى من الفكر، تعمل مسابقات تأخذ آراء الناس في الشارع، ليش ما تنشأ قناة ينزل شخص مثقف إلى الشارع ويتكلم، تعال نمسك آية أو كلمة في القرآن ما هي معروفة، لنقول مثلا كلمة مبلسون، انزل أنت في قناتك للشارع واسأل الناس إيش معنى كلمة مبلسون، حتجد 90% من الناس ما يعرف هذه الكلمة. لكن إذا أنت سويت برنامج يتناول كلمات القرآن كم ثقفت من الناس، كم علمت من الناس. يعني حتى بالنسبة لمسألة المتحدث في النقطة هذه، مسألة حاجة الأمة الإعلام الهادف، أيوة هذه مشكلة في طرح هذه القنوات بالضبط، وسياسات أيوة هذه القنوات أيوة في التعامل مع الجمهور. أيوة بالضبط بالضبط، أتعامل مع الجمهور، أقيم مسابقات هادفة. كان في برنامج يجي على المجد أذكر وتوقف فترة، ما أدري تذكر أبو صايب أو لا، برنامج مسابقات وكانوا اللي يفوز يعطوه رحلة إلى مكة تحفزية. أيوة بالضبط، يعطوه رحلة إلى مكة عمرة دي تحتاج إلى إمكانات بالضبط. إحنا بنقول برضو في البداية الدعم المادي الكبير مهم. أنت تعال انظر لأي قناة من قنوات السموم تجد الدعم المادي الضخم اللي يصرف عليها سواء من الملاك أو سواء من المعلنين أو سواء عرفت كيف؟ أيوة يعني هذا أنا أريد أضيف شيء على ما قاله الأستاذ صالح جزاه الله خير. أيضا في مسألة الجمهور السلبي، حقيقة نحن لا نريد أن نجلد الظهور، لكن أيضا ذكر الحقيقة هو من أحد أسباب العلاج. يعني يأتي المريض إلى الطبيب ويكون من سياسة وحنكة الطبيب الحاذق أنه لا يتحدث إلى المريض مباشرة بمرضه، لكن يتحدث إلى أوليائه، يتحدث إلى أوليائه وإلى أقاربه، لكن لابد أن يعلمهم أن هناك مرض. نعم، ولذلك تجد الدم الموجود إن لم يأتي مبضع الطبيب ويزيل هذا البثور ويزيل هذه المادة السامة في الدم لن يخرج الدم ولن يبرأ إلا أن يشاء الله تبارك وتعالى. نعم. فيحدث الألم في البداية لكن يحدث له بعد ذلك ماذا؟ الشفاء، الشفاء بإذن الله عز وجل. نعم. يعني أضرب مثال، رجل عمره 80 سنة احتبس البول عنده وذهب به إلى الطبيب فسوى له قسطرة وكذا وتم بفضل تصريف البول، فإذا بأبناء هذا الرجل يشكرون الطبيب شكرا عجيبا ويقدمون له الهدايا. بكى الرجل قال سبحان الله 80 سنة يجري البول أكرم الله المشاهدين والسامعين من غير مؤنة مني، وقل لله شكري وشكركم. وفي دقيقة فقط أنتم تقدمون كل هذا الشكر، طبعا من أشكر الناس لا أشكر الله كما عند أبي داود، لكن وجه الدلالة هنا. فأنا الآن أريد إن إحنا الآن اللي بيستمع الآن هذا مسلم، وبدون شخصنا لا نريد إن إحنا نقول مسلم كذا مسلم كذا، أنت مسلم بتحب النبي عليه الصلاة والسلام، بتحب الآل، بتحب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، بتحب كل المسلمين. طيب أنت الآن يا أيها المسلم أين أنت من حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج من بيت أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها كما عند مسلم والبخاري، ثم رجع إليها والشمس قد ارتفعت، خرج من عند الفجر ورجع لها فوجدها على نفس مصلاها، قال أما زلت على الهيئة التي تركتك عليها؟ قالت نعم. قال قلت بعدك 4 كلمات لو وزنت بما قلت لعدلتهن، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة ومداد كلماته. أيها المستمع الكريم، أيها المشاهد الكريم، هل في يوم جمعت أولادك وعلمتهم شيء من سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟
كلام الكلام الجميل اللي قاله الأستاذ صالح، قال فإذا هم مبلسون، إيش معنى البلس؟ أظن ما حد حيكون عارف إلا إن شاء الله عز وجل. أحد الناس يوما في إحدى القنوات نزل مع مجموعة من الشباب يسألهم عن الآية اللي بتأثر فيك، واحد قال له بسمع طلع البدر علينا ببكي. والله العظيم كما أحكي لكم، كما أحكي لكم يا مش مبلسون. لا ده طلع البدر علينا. أيضا هذا الشاب الذي قرأ تويتر وقرأ الفيسبوك وقرأ الواتس ويعرف السومة والإيمان وكل وسائل التواصل الاجتماعي، هو لا يعرف آية في كتاب الله تبارك وتعالى، ما يعرف آية في كتاب الله عز وجل. هذا الذي خرج يوما أحد المذيعين عفى الله عنا وعنه فقال كتاب اسمه أسد الغابة. يا أخي سبحان الله، وهذا يجدف في الدين ويغير مفاهيم الناس. طيب يا شيخ، أنت الآن بتتحدث بتستهدف الإعلاميين مثلا اللي هم عندهم أو ما فيش وعي إسلامي. أحسنت، نعم، الطراز الأول ممتاز. طيب أليست الجماهير معذورة في ذلك؟ هي بتتقبل كل الغث والسمين دون وعي ودون تمحيص وفحص. هذا الذي قلت لفضيلتكم تثمينا على كلام الأستاذ صالح جزاه الله خير، وهو مسألة إن إحنا لا نريد أن نجري ظهر الجماهير. الجماهير معذورة في هذا الحديث. أيوة الجماهير، نعم، مقصرة في لا الناس. الجماهير لا، الجماهير معذورة ومقصرة معا، عبارة عن ميمين مترادفين. جميل. معذورة في ماذا؟ أنها أصبحت إسفنجة، لا تكون إسفنج. الإسفنج الآن لما تأتي به يمتص كل شيء، يبدأ أنه إيش يمتص، لما تكون إسفنج أنت جزاك الله خير. فأنا الآن أقول هو مقصر هنا. ومعذور في ماذا؟ أنه ما عمل ديفلوبمنت ولا إمبروفمنت، يعني ما طور نفسه ولا حسن الأداء. أنا ما أضرب لك مثلا، يخرج الرجل في كل عموم بلاد المسلمين إلى أداء وظيفته كل يوم، صحيح ولا الآن؟ صحيح. وكل يوم يطور من نفسه. إذا عنده نقص في اللغة الإنجليزية تروح يدور على كورسات، تمام؟ إذا عنده نقص في تعلم القيادة يروح يدور على مدرسة تعليم القيادة. وإذا أتاه الإنسان ينصحه، أنا المشاهد خليه يكون متفاعل معي. جميل. إذا الآن واحد جاب ينصحك بيقول لك انتبه، الشارع هذا في حفرة قدامك اللي بيمشي بيوقع فيها، ثم دلك على شارع آخر جيد، أكنت تشكره أم تزجره؟ تشكره. يا سلام. طيب أنا الآن بجي لك في قناة الصحب والآن أو في قناة هذه بقول لك انتبه يا أخي، هذا حلال وهذا حرام، أتزجرني أم تشكرني؟ صحيح، تشكر. أيوة، إذن الجمهور معذور وأيضا مقصر. والله عز وجل يقول فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذن عليك أن تقصد البحر وتخلي القنوات، تأخذ العلم من أهله ومن مظنه. إنسان لا يعرف أن يقرأ اسم كتاب وقدامه مكتوب في الإسكريبت، يعني قدامه مكتوب في الورقة، ما عارف يقرأ اسم كتاب، هل هذا يأخذ منه دين حلال وحرام؟ أيوة، أوردها مشتملا سعد، وما هكذا سعد تورد. طيب. الإبل. نعم. هذا فيما يخص الجماهير والإعلام. فيما يخص الجهاز نفسه، جهاز الإعلام، كيف واجه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته والخلفاء من بعدهم خطر هذا الجهاز العظيم الذي تناول شخصه صلى الله عليه وسلم بالقصف لما جهر بدعوة الحق، فقالوا عنه ساحر ومجنون وكاهن، مع أنه نشأ بينهم ويعلمون صدقه وإخلاصه وأمانته، ولكن قالوا فيه ما قالوا، كما قال الله عز وجل وانطلق الملأ منهم أن يمشوا واصبروا، وانطلق الملأ منهم أن يمشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يرى. ولما صارت للمسلمين دولة وقوة وانتقلوا إلى المدينة صارت لها هناك دولة ومنعة، لم يسلم صلى الله عليه وآله وسلم من كيد الإعلام، سواء كان إعلام ابن سلول أو قريش أو كان إعلام اليهود، حتى روج الإعلام لحادثة الإفك التي زلزلت بيت النبوة زلزالا عظيما، حتى صدقها من صدقها من المسلمين، وقع فيها من وقع من المؤمنين، حتى من الصحابة للأسف رضي الله عنهم وأرضهم أجمعين. سؤالي، الوسائل الإيجابية المباشرة التي نواجه من خلالها خطر هذا الجهاز؟ شوف جزاك الله خير، أول وسيلة وأيضا للمسلمين الكرام، البيت المسلم تأسيس. أي نعم، لابد يكون عندك بيزمنت، ولذلك لما يكون عندك انت قواعد سليمه تبني فوق ناطحة صحة. صحيح. طيب شوف النبي عليه الصلاه والسلام فيما روى البخاري في كتاب بذل الوحي من حديث هشام بن عروه عن ابي عن عائشه ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يتحنث، باول حاجه لابد ان تقيد نفسك بالعباده،
لابد يكون عندك انت عبادة، لان هذا عبارة عن هو ده الحصن المنيع اللي انت تتقي فيه هذه الشبهات وهذه الشهوات. وانا اقول امراض الأمة كلها من امرين، من شينين، شهوة وشبهة. شينان احذرهما ايها المشاهد الكريم واولكم انا، الشهوة والشبهة. طيب الان كان النبي يتعبد عليه الصلاة والسلام، اذا لابد ان يكون لك ورد من العبادة، لأنك إن لم يكن لك ورد من العبادة حيكون عبارة عن أنت عبارة عن جسد يعني ضعيف سهل الاحتراق. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما عند ابن حبان وعند نووي في كتاب الأذكار يقول كلام عجيب، يقول اللي يذكر الله عبارة عن إيش؟ عبارة عن رجل خرج العدو في إثري فتحصن منهم بدرع حصينة. شفت إزاي؟ ولذلك هذا اسمه فورتريس، هذا الحصن هذا اللي أنت تمشي فيه وتضبط نفسك، هذا رقم واحد. تكون عندك انت عبادة. الامر الثاني ازاي كده غير ان تختار الزوجة الصالحة المعينة. النبي عليه الصلاة والسلام نزل من غار حراء، يا اخونا غار حراء ده فين؟ في جبل حراء، جبل حراء ده ارتفاعه 664 متر، ويقع الغار على ارتفاع 643 متر فوق سطح البحر. يحتاج الى ساعتين صعودا وساعتين هبوطا على اطراف مكة. يتحنث يتعبد، قال الزهري أن يتعبد. لابد يكون عندك عبادة. أول شيء المفروضات، قال الله عز وجل ما تقرب عبدي بشيء أحب إليه ما افترضته عليه. خليك في الفرائض. بعض الناس يا أخوان مش عارف يصلي، ما بيصليش لصبح ولا ظهر، ويفرض سنن واحد والفرض لا يقوم، ما بيقومش الفريضة جزاك الله خير، ما بيطلعش الزكاة، ما بيعرفش الصيام، ما بيعرفش الحج. يعني أنت الآن كيف تتعاد في هؤلاء وكيف تتوقع في أمثال هؤلاء؟ حتى مثل هذه الأشياء هو لا يبحث عنه ولا يستطيع أن يقوم به. طيب الزوجة مهمة جدا. النبي عليه الصلاة والسلام نزل يرجف فؤاده، وضعت هذه أول ما دخل زملوني زملون، لم تسأله، زملته يعني لفته كده في ملابس حتى يذهب عنه إيش البرد، ثم أخذ يقص عليه وهي مستمع. إذا لابد الزوجة أن تكون عند حسن الاستماع يا إخواني. جميل. ثم قالت والله لا يخزيك الله أبدا. لابد أنك تؤمن لزوجك وتقول أنت على خير طالما أنك أنت بعيد عن الغلو. كانت تقول اتق الله فينا ولا تأمنا. أيوة نعم، هو جايين إحنا ما تقول شغل الإعلام زاك الله خير. فهمتني؟ قالت والله لا يخزيك الله، إنك تقري الضيف وتحمل الكلب وتكسب المعدوم وتقول الحق وتعين على نوائب الحق وتصل الرحم. عددت له إيش الصفات والمناقب، ثم أخذته إلى من يعينه على الثبات بفضل الله عز وجل، فطر الأرض والسماوات. النبي عليه الصلاة والسلام أيضا جاب هذا المد الإعلامي بماذا؟ بالرسائل السلبية. فهنا عندنا نيجاتيف مسجز بتجي لك أنت، سيسبونك ويشتمونك، هذا هو حال كل الأنبياء. لكن خلك ودني من طيب ودني من عدو، ولا يلتفت منكم أحد، وامضوا حيث هذا أيضا من الوسائل. أي نعم، إنك أنت تكون ودن من طير ودن من عجين، لا تخف عند السلبيات عند الشتائم. أوه نعم، هم يريدون أن الآن يا أخي شوف المناظرة ما بين موسى عليه السلام وفرعون. لكن لو طرحت شبه أنا أقف أرد عليها. نعم أنا أرد عليها، إذا عندي إمكانية للرد أنا أرد. والله عز وجل يقيد لهذا الدين في كل زمن مكان من يرد، وده اللي يخلينها سلفي له الصالح. نعم، من يحاربون هذه القنوات هل تعتقد أنهم يحاربونها لأجل الطهر والعفاف التي تقدمه على شاشتها، أم أنهم يحاربون من يخالفونهم فيها نكاية في أهلها الذين ينادون بالحق على هذه الشاشة، وليست لمجرد أنها تعرض الحق أو والعفاف؟ لا شك في الاثنين، لا شك أنهم يحاربون كل ما من شأنه رفعة الإسلام ورفعة الدين وتوثيق مفاهيم الدين الصحيحة. هم لا يريدون، لأنه إذا الناس وصلت إلى مفهوم الدين الحقيقي الصحيح السليم لحالهم حيجنبوا، ما حيقدروا يقاوموا ولا حيقدروا يعطوك رأي ولا حيقدروا يتكلموا في شيء هو على حق، هو حق، هو من صميم الحق. هم عايزين ينفلتوا يا شيخ. نعم صحيح ينفلت. صحيح وهذا هذا شيء مؤلم، انك تجد اقلام. انا قبل ايام جاني مقطع على الواتس، احد الاخوه اعضاء برلمان في دوله من الدول المعروفه، ما نبغى نجيب اسم الدوله، لكن في احد الدول المعروفه
قام يتكلم ويقول صم بكم عمي، هذا مثل يعني لا يقاس عليه. فأجاب عليه أحد المثقفين في البرلمان من زملائه، قال له يا أخي هذه آية، هذه آية، هذه ليست مثل، من فين جبت مثل؟ سبحان الله، هذا إنسان في البرلمان، تجهيل للمجتمع، تجهيل بالضبط النخبة. أيوة، يعني تخيل هذا رجل في البرلمان كيف تحط، يعني قد يكون عنده دكتوراه أو ماجستير ومصيبة، ولكن ضحالة فكره الإسلامي، عنده ضحالة في فكر الإسلامي. زي ما قال أخونا وحبيبنا الشيخ النميري في البداية، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فين الفقه في الدين؟ نعم. إذا هذا الرجل في البرلمان وقائد أمة، البرلمان قائد أمة، البرلمان يختار شخص عن طائفة معينة عن فكر معين عشان يتحدث عنهم، إذا كان ما يعرف الفرق بين الآية وبين المثل. هذه طامة كبرى، مثل ما قلت الشيخ الإنسان مطالب بأن يحصن نفسه. نعم صحيح، بالعبادة. صحيح. شيخ، بعض الطرق من بلاد الصوفية مثلا عندنا كمثال لمن يحاربون هذه القنوات أو قناة الصحب والآل بشكل خاص، يعني خلينا نتكلم بمصداقية، بعض الطرق مثل العزمية وأشبهها يحاربون هذه القنوات بشدة، حتى ألفوا كتابا أسموه الكواشف الجلية في زندقة الوهابي، وجعلوا ملأوه كذبا وتكفيرا للمسلمين وزورا وبهتانا عظيما. هم يتهموننا، يتهمون قناة الصحب والآل بأنها قناة طائفية. هل تكون القناة طائفية حين ترد على هؤلاء وتذب عن حياض الإسلام وأهله؟ يعني مثلا هذا الكتاب وأشباهه، ما دورنا نحن حتى هل نعذر في السكوت عن مثل هذا أم لا؟ هذه ما زالت، جزاك الله خير، في الحرب الإعلامية على كل ما هو أصيل نابع من الكتاب والسنة. نعم. طيب، الآن فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. نعم. طيب الآن خلينا نرجع، النبي ماذا كان يفعل؟ النبي عليه الصلاة والسلام في دعوته المكية راحوا للوليد، نعم، ابن المغيرة، وقالوا له اذهب إلى محمد عليه الصلاة والسلام وقل له إن أردت ملكا ملكناك، أردت مالا جمعناك حتى تكون أغنانا، أردت نساء زوجناك عشرة، أردت سلطانا لن نبرم أمرا دونك. نعم. هم يقيسون بهذه المقاييس، مثل هذا الكتاب الذي ألف يخلط الحق بالباطل والغث بالسمين والشبهة بالشهوة والسباب والشتيمة والتكفير. نعم، رمتني بدائها وانسلت. نعم. تلك شيكة عن بين عنك عارها. نعم. هذه مثل قصة أقولها أيضا عشان المجلس يكون في إحماض والناس يعني تضحك قليلا وتستفيد قليلا. يقول لك واحد من الناس، شوف الجهل اللي وصل لفين، واحد من الناس سبحان الله في قرية من القرى لم يتعلم شيء، قام يتكلم في الناس، قال الإسلام قوة، الإسلام قوة، حتى شوفوا الإسلام عمريف سيدنا عنتر بن شداد رضي الله عنه. ما كان شفه الإسلام سيدنا عنتر بن شداد هو مسلم، فهمتني؟ شوف حتى عمريف سيدنا عنتر بن شداد. واحد تاني قال النبي عليه الصلاة والسلام المهور لا تغالف المهور، حتى شوفوا أن النبي تزوج وبنى بعائشة في شوال، هي في شوال مش في شوال، يعني ايش في زكيبة يعني. فهذا شوف الجهل كيف، مثل أسد الغابة أصلاً. أيوة بالضبط كده، ويخرج هذا يتكلم في الإسلام وفي الدين. ولذلك ينبغي الأمة ترجع تقرأ في سير أعلام النبلاء، تعرف أن كيف يقول الزهري ما جلست مجلس هذا إلا بعد أن شهد لي 70 من أهل المدينة، وكذلك إمام مالك إمام دار الهجرة، وكذلك جلة العلماء. نرجع لكلامنا، الوليد بن المغيرة راح للنبي عليه الصلاة والسلام بهذه الرسالة السلبية، يعني هذه رسالة سيئة جدا. يأتي للنبي عليه الصلاة والسلام فيقول له يا محمد سفهت أحلامنا عليه الصلاة والسلام وسببت آلهتنا وفرقت جماعتنا وقطعت أرحامنا، هذا كله كذب. هو النبي جاب صلة الرحم أبو سفيان، مش لما التقى بهرقل في حديث الطويل اللي هو عند الإمام البخاري في كتاب بدء الوحي قال له بما يأمركم، قال يأمرنا بصلة الرحم. شوف الآن حيلبسوك الباطل، نعم حيلبسوك الأخطاء، لكن أنت لابد أن تكون زي ما قلنا ودن من طين ودن من عجين، ولا يلتفت منكم أحد انظر حيث تؤمرون. وقال له نفس الكلام، تبغى ملك ملكناك حريم ادناك عشرة أموال كذا، لأن هذه هي مقاييسهم. هم
يتقاتلون على جناحش البعوض. لو أن الدنيا تسمى عند الله جناح بعوض وسقى الكافرين شربت ما مصلحتهم؟ ما أي نعم ممتاز. يعني لماذا القناة الطائفية؟ ما مصلحتهم؟ لماذا لا نتفق؟ نعم يعني هل الخلاف عقدي من الدرجة الأولى أم فكري؟ الخلاف أخي الحبيب هو عبارة عن حضرت فضلت وقلت شهوات وشبهات. أي بالضبط جمع بين الاثنين. أول حاجة ما هو الأمر الأول حاجة؟ أول شيء من هذا الكلام رب العز وجل قال فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. حيي بن أخطب واستيقنت أنفسهم ظلما وعلوا. حيي بن أخطب لقي النبي راح قال له كيف؟ قال له هو قال نعم هو قال إذن وش السالفة وش الحل؟ قال عدوته ما بقيت. سبحان الله عدوته ما كبر. أيوة بالضبط كده هذا هو إيش الكبر. ولذلك قال نص الكفر عناد والنص الثاني كبر. نسأل الله العافية والسلامة. فماذا انتهى النبي عليه الصلاة والسلام؟ جلس النبي عليه الصلاة والسلام وقال له أفراغت يا أبا الوليد منهر السماع. يا سلام عايزين يا أخوان نتعلم نسمع كثير ونتكلم قليل ويكون عندك سماحة وما يكونش عندك تشنج. أنت صاحب حق نعم تقول يا أخي أنا عارف أنت على حق لكن توقع. أنا دائما أضرب مثالين جميلين. أقول رجل عنده بقالة 2 في 2 وهذا عنده سوبر ماركت 20 في 30 لكن صاحب البقالة مرتب البضاعة الشوكولاتة مع جنب التونة مع جنب السردين مع جنب المكرونات مع جنب. صاحب السوبر ماركت الدنيا كلها سمك لبن تمر هندي. أحب إليك من أبو بقالة هذا في دقيقة لي براحتي وامشي. أنا عارف أنت على حق لكن لابد أن يكون صاحب الحق الذي على حق أن يعرض البضاعة بصورة جميلة جذابة للناس. قال فرقت يا بوليد. قال نعم. قال اسمع مني. ده أدب الحوار. مش عايزين حوار الطرشان نتكلم مع بعض مش عارفين بعض. أنت اسمع مني. ماذا فعل؟ تلا عليه القرآن. أقول لإخواني في الله عز وجل من الدعاة الذين يذبون عن حياض الدين عليكم بالقرآن والسنة لا تعد عنهما باسقا ومظللا. طيب هذا بالنسبة للدعاء. بالنسبة للجمهور أليس منهج السماع منهج نبوي خالص؟ في قصة أبو الوليد عليه السلام استمع له وقال وكناه انتهيت يا أبو الوليد أبو الوليد قال اسمع مني. طيب بماذا تنصح في دقيقة أو دقيقتين جمهور الصحوة الآن أن يسمع للمشايخ والدعاء على شاشة القناة؟ أول حاجة أنا أطالب من الجماهير أنهم لا يأخذون ما يسمى الباد إمبريشن في حي اسمه الانطباع السيء. بعض الناس عنده انطباع سيء من كل صاحب لحية أو كل ثوب قصير أو كل من خرج قال قرن قرصه. يا جماعة احنا كلنا مسلمون. نحن كلنا مسلمون هذا الأصل. نعم. نحن كلنا مسلمون الحمد لله رب العالمين. فلماذا تعادي وهو خرج يقول قال الله قرن قرصه؟ أيوة بالضبط. أنت الآن دائما بعض الناس يقول لك يا أخي أنتوا دائما تتكلموا عني. ولم تسمعوا مني تتكلموا عني ولم تسمعوا مني. أنا أقول خلي في جدولك أيها المشاهد الكريم ساعة واحدة في اليوم. مش هقول لك 10 ساعات ساعة واحدة للصحب والآل. استمع إن وجدت خيرا. ما هو زي ما حصل الصحابي لما أسيد بن الحضير وسبحان الله وسعد بن معاذ لما ذهب لهم مصعب في المدينة راح قالوا أيوة قالوا هذا خلاص حيسفه ويتفر روح شوف له حل. معاذ ايش قال له مصعب؟ قال اسمع مني فان راق لك اتمنى وان لم ينفع معك كففنا اذانا عنك. كذلك استمعوا وراسلوا اذا حصل شيء عندك ملاحظه عندك شيء راسل القناه وطالب من اداره القناه ان تكون كثيره التفاعل لا تهمل رساله وصلت اليها وان كان فيها ما فيها. جزاك الله خير. نعم صالح كيف يميز المشاهد بين الاعلام الفاسد والاعلام الهادف؟ طبعا هذا المشاهد مثلا هذه القنوات تدخل الى البيت تسمع الاطفال والنساء والكل يستمع لهذه القناه. انا كمشاهد كيف اتلقى مثل هذا الاعلام واميز استطيع اميز هذا الاعلام المضحل وهذا الاعلام الصالح الذي ينفع اولادي وينفع ولدي؟ لا 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 نستطيع التمييز إلا إذا أنشأت أنا قناة إعلامية ثقافية إسلامية داخل الأسرة كما أسلف الشيخ. أجلس مع أبنائي أثقفهم أعلمهم. أنا في حاجة أقولها حقيقة ليس في وجه الأستاذ صالح ولا وحده في وجه المدحين التراب لكن أنا علاقتي به تزيد عن 10 سنوات حقيقة جزاه الله خير. أنا أعرف أنه يفعل ذلك داخل البيت.
أيوة، حتى إذا كان في رحلة إلى المدينة مسافة 400 كيلو قرابة 5 ساعات، يقسم الوضع مع الأولاد حفظهم الله على الطاعة جميعا، يعطي هذا كلمة ويعطي هذا، يقول له حضرين على الصحابة الفلاني عن كذا عن كذا عن كذا، فبقت في ثقافة يعني إسلامي كالشرز داخل داخل البيت. معلش الانترابشنز هذا المقاطعة، لكن لكن مايك يعني ما نشاء يلقن هذا الكلمة مثلا يتحدث عن صحابي، وهذا الكلمة يتحدث مثلا عن ويحفز ويدفعه مثلا، نقضيها في مسابقة ثقافية إسلامية، عدد زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم، عدد آيات القرآن الكريم، معنى الكلمة الفلانية، حتى تحفزه، حتى تحفزه أنه في المرة القادمة يكون عنده اطلاع ثقافي إسلامي عن دينه وعن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك يستأنف عنده حصد والتمييز. أيوة، بالتمييز ثم بعد ذلك سيميز لوحده. بالضبط. وهو جالس، والآن الحمد لله يعني تجد من المسلمين ومن من أهل الثقافة الإسلامية اللي عنده، حتى الطفل الصغير الآن يبدأ يرد، يعني ما نأخذ الأمور على عواهنها أو على علاتها، تجد يعني إذا 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 مسكت طفل صغير يعني أو صبي عمره 12 سنة وسمع شيء لا فيه شكك، يقولك لا ماني مقتنع بالكلام هذا، جيبوا لي دليل. سبحان الله، شوف الثقافة الإسلامية الصحيحة، التربية التربية الإسلامية الصحيحة، فهل هذا موجود عندنا؟ هنا السؤال. إذا إحنا أنشأنا الأسرة السليمة الصحيحة التي تسير على خطى النبي صلى الله عليه وسلم وعلى خطى هذا الدين وعلى خطى هذا الكتاب اللي نحن نتعلمه الآن، شوف كم من الحلقات تحفيظ القرآن، وكان كان حقيقة لي ملحظ على حلقات تحفيظ القرآن، كان الشيخ من الناس اللي درسوا الأولاد في فترات معينة، كان يعلمهم جزء كبير من دروس القرآن خلق القرآن قبل ما يعلمه يحفظ القرآن. كم يحفظ في اليوم؟ صفحتين ثلاثة أربعة؟ لا، كان يعلمهم الصفحتين ثلاثة هذه كيف نتعامل مع القرآن، كيف نكون أهل خلق لهذا القرآن. أريد أن أضيف قبل هذه، وفعلا التربية الجميلة هذه، انظر إلى يعني علاقة النبي مع الأطفال، هذه رسالة ماجستير كيف عامل النبي الأطفال في الجامعة الإسلامية عليه الصلاة والسلام، دراسة رسالة جميلة حقيقة لأحد طلبة العلم جزاه الله خير، حتى كانت بتقدير امتياز. النبي أردف ابن عباس خلفه، ماذا قال له؟ قال له يا غلام، ما قال له أسود يا بربع عيون يا طويل يا قصير، شوف الأدب في الحوار، قال يا غلام احفظ الله يحفظك. الله، توجيه نبوي جميل. احنا عايزين المشاهد يا جماعة بسيط. خلكم بسيط. خلكم من الصحب والآل، وخلكم من القناة الإسلامية يا أخي، أنا بقول لك قال الله وقال الرسول، هذه بضاعتي يا أخي، اسمع مني يا أخي. انت ليش ماخذ عني الباد امبريشن الانطباع السيء هذا؟ ما عجبكش خلاص، ايوه خلاص انا اكف عنك عني، ولا خلاص اعمل لي ديليت من كل الدش يعني، ما خلاص انتهينا، الامر انتهى. لكن اسمع بتجربة يا سلام، يعني خلك نيوترز، يعني ما تكون عندك انت انطباع سيء انك انت ايوه نعم. شوف يا غلام، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، اذا سالت فاسال الله، اذا استعنت فاستعن بالله، هذا مو توحيد؟ صحيح. يقول لك ده عيل صغير ما تعقدهوش، عم يتعقد ده طلع سيد الأمة. ابن عباس هو الذي بفضل الله كان يذهب لمناظرة الخوارج أصحاب الفكر الضال، يذهب إليهم، وسيدنا علي قال له روح وناظرهم بالسنة ولا تناظرهم بالقرآن، فإنه حمال الذهول ورجع منهم 4000 و6000. إذا المحتاج لهذا الفكر المستنير يبدأ من المحضن الصغير. نعم أستاذ صالح، كيف تعتقد أن الخطاب الإعلامي، هل هو الآن أصبح خطابا مؤدلجا؟ بمعنى بعض الإعلاميين دائما نسمعه في القنوات يردد الحيادية هي أساس رسالة الإعلاميين. أنا أستطيع أضرب مثال في هذا الأمر. قديما فيلم تيتانيك كان فيه 2730 نفس، نجا منهم 1500 ومات 700 نفس، أو مات 700 نفس. نعم صحيح. المشاهد لم يكترث تماما لمن مات، 1500 نفس أصلا لم يشغل باله بمن مات. نعم صحيح. تأثر جدا بموت البطل مع أنه كان يشرب الخمور. نعم وكان صحيح. يسكر صحيح. وكان صحيح. وكان وكان صحيح. ولم يمت أصلا في البحر، إنما مات من شدة البرد. فهذا هو التوجيه الإعلامي المؤدلج. نعم صحيح. فأين الحيادية؟ المخرج أراد ذلك ووجه الجمهور إلى ذلك. نعم صحيح. وقد تم. الأطفال والنساء والناس اللي ماتوا في البحر لم يكترث الناس لهم ولم يشغلوا بالهم بهؤلاء، لكنهم اهتموا تماما
بالبطل والبطلة، مع أن البطل كان خمرجي وسكري و و و ولم يمت أيضا كما مات هؤلاء الأطفال والنساء والشيوخ. فالحيادية في الطرح، الحيادية في عرض المعلومة، الإعلام أصبح الآن ما هناك بالحصار الإعلامي صحيح الموجود من قبل الإعلاميين الموجهين كما تفضلت في البداية. نعم. شيء من الحصار الإعلامي يفرض نفسه، لا يدع لك معلومة معينة حتى تتفحصها وتختبرها، ولا لا لا، أنت موجه لشيء هو يريده. نعم. يهيئك لاستقبال المعلومة بالزبط. الذي يريدها. صحيح صحيح، كما ضربت مثل بسفينة تايتانيك وأشبهها. صحيح صحيح. نعم. لا شك أنه الآن الإعلام موجه ومركز على حسب ما يريد صاحب القناة أو الإعلامي اللي يتحدث، هو اللي يوجه دفة الحوار أو الرأي لما هو يريد. نعم. لا لا لا، الحيادية للأسف الشديد غير موجودة، وذلك أيضا يعود لعدم الثقافة والتفقه في الدين. إذا كنت أنا أريد أن أوصل صورة مشرقة على الإسلام، يا لابد أن أكون يعني ليست هناك حيادية في الطرح. نعم أكيد، ما لا يوجد حيادية في الطرح، لا يوجد حيادية. دائما يقولوا معذرة، يقولوا الشيطان في التفاصيل. بالضبط بالضبط، أيوة هو عنده شيطان في التفاصيل شغال عليه. الهواء موجه تبعا للهواء. نعم. وتبعا الآلة الاقتصادية. نعم. وتبعا بالضبط بالضبط. نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرى إلا متبسما صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم عليه. فأين نحن من هذا الأمر؟ أنا لم أجد إعلامي يقف أمام الكاميرا ويغضب لأمر تافه، يغضب لشخص قد يكون لمباراة مثلا. أيوة. على الواقع على الواقع على الواقع يعني حد يعني المنتخب. أيوة. مع يعني فريق يغضب وتثور ثائرته. طيب هذا ما وجه كل المشاهدين إلى أما إذا سب دين الله ينتهك. لا لا لا، هذا لا يشغل بال. أيوة نعم. وقد حدث. أيوة يقول لك الدين شيء، ربنا يحاسب على الله. لا يا كيف إحنا أمة، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. الله سبحانه وتعالى ارتضانا هذا الإسلام، وارتضانا هذا الدين، وارتضانا هذا، وأرسلنا رسول صلى الله عليه وسلم يعني رحمة للعالمين، لم يكن رحمة للمسلمين، رحمة للعالمين، يعني يجب على الجميع اتباعه. لكن أين نحن؟ وجه لنا رسالة إلى هؤلاء. أيوة. إلى هؤلاء الإعلاميين مثلا الذين ينشغلون بالتوافه ويتركون قضايا الأمة حقيقة. والله أنا يعني رسالتي لهم أن يتقوا الله فيما يقولون. يعني اللي يقف أمام هذه الكاميرا ويقف أمام هذه الشاشات ويحيد مسؤول. نعم، يحيد الدين ويحيد الثقافة الإسلامية ويحيد ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته، ويبتعد بالمشاهد كل البعد ويأخذ إلى طريق يظن أنه طريق صواب ولكن هو طريق ضلال، يعني أرجو أن يتقي الله في من أمامه. وكلنا مسؤولون عن الكلمة التي نقولها، مسؤولون عن الإيماء حتى. الرسول صلى الله عليه وسلم الإيماء، خل أذكر تذكر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما أومأت عائشة بأن فلانة قصيرة. ها؟ نعم. سألها عنها، قلت كلمة نموذجة. نعم نعم. فكيف بمن يوجه الجماهير والناس إلى طريق يضل فيه عن الحق؟ أليسوا مسؤولون الآن عن زعزعة الأمن؟ أكيد ما في شك. وإشاعة وزعزعة الثوابت والشكوك. أيوة. في قيمنا. نعم. والتشكيك في العلماء وثقافتنا. صحيح صحيح. وهذا حادث الآن للأسف الشديد، نسأل الله. أليس الذي ينشر التضليل والأكاذيب والمشاكل كلها منبع هؤلاء؟ بلى هذا الكلام، ولذلك بعض الناس يظن أن الأمن يأتي مع التجديف بدين الله عز وجل. هذا هي المشكلة العويصة، أن هذا لم يقرأ القرآن، لأنه لو قرأ القرآن لا انشغل قلبه بالآية التي انشغل بها الصحابة. روى أحمد والبخاري في كتاب التفسير، الصحابة قرأوا قول الله عز وجل الذين آمنوا لم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. آية فيها فوائد كثيرة. فشق ذلك عليهم فذهبوا يجثون على الركب، قالوا ومن منا لم يلبس، يعني يخلط إيمانه بظلم، ظنوا أن الظلم هو ظلم الرجل لنفسه لزوجته. أيه. إلى كذا. نعم. قال ليس هذا المقصود،
أما قرأتم قول الله عز وجل يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم؟ هو ذا المقصود، هو ذا المقصود. إذا بدأ الآن الناس يدعون إلى الشرك والقبور ويجدفون في دين الله عز وجل، يا شيخ يعني يأتي واحد يدعي النبوة، واحد يدعي أن الله عز وجل كلمه، ويأتي على شاشة التلفاز ويتكلم ويقول أوحى الله إلي بكذا وكذا وكذا وكذا، أليس تشكيك في صلب الدين؟ هذا الذي يقسم المجتمع إلى شطرين وإلى نصفين، ويثير مثل هذه الأمور المثيرة للجدل. الشريعة نزلت بماذا؟ نزلت بحفظ الضرورات الخمس، ومنها حفظ دين الناس. طيب النبي عليه الصلاة والسلام كما روى البخاري في كتاب الإيمان وفي كتاب العلم، ولد صحيفة مع سيدنا عمر متهوكون. إيش يا عمر دي؟ رضي الله عنه وارضى. عمر الذي وافق القرآن والسنة في 40 موطن، جمعها ابن جرير وغيره رحمة الله على الجميع. قال يا رسول الله والله دي بس واحد صاحبي يهودي أهداها إلي. أنت عارف أنا يا أخي يقول لك ما هو في الإعلام الموجه، يقول لك أنا حر، انتوا ليه ما فيش وصايا علينا؟ محدش يكون وصي علينا، احنا احرار، خلقنا احرارا. نقول لا انت مش حر، مين قال لك انت حر؟ انت مقيد بافعل ولا تفعل. قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله يغفر لكم ذنوبكم. ولذلك فقال المتهوكون انتم في، انت تشك يا ابن الخطاب؟ قال يا رسول الله انا بريء والله، ايش اللي حصل؟ قال والذي نفسي بيده لو ان موسى بن عمران حي ما وسعنا ان يتبعني. قال فقطعت وانتهيت منها. فلذلك نقول لكل مشاهد لنا، اذا يا اخي شوف النووي يقول اشتريت كتاب الحاوي، كتاب الحاوي او القانون لابن سينا، وحطيته عندي في البيت، فاغلق الله قلبي شهرا عن العلم. سبحان الله. اي نعم، كتاب والكتب كتاب، ما بالك انت الان يجلس امام هذا الذي يكذب. والغريبه يلفق، يعني المذيع هذا والبرنامج هذا يلفق المقاطع على بعضها البعض كذبا وزورا. يلفق، يعني فهمتني؟ التلفيق واضح، ثم يكتشف كذبه فلا يخرج يعتذر للمشاهد. هل يعبر مثل هذا الإعلام عن الواقع؟ نعم. أي نعم، هذا هو الواقع الذي تحياه، واقع التلبيس والتدجيل والتدليس على الناس المساكين البسطاء، فيخرج المجرم صالحا ويخرج الصالح طالح. لكن نقول لهم جزاك الله خير، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه، أقصد البحر وخلي القنوات. نعم. البعض يتساءل أستاذ صالح، هل الإعلام الإسلامي الآن لم يعد قادرا على خدمة قضايا المجتمع الإسلامي بشكل خاص؟ يعني إحنا الآن كإعلام إسلامي هل ليس عندنا، سواء كانت الأسباب ضعف إمكاناته أو غيره، أنا أتكلم بشكل عام الآن، بشكل عام كيخدم قضايا المجتمع بشكل عام وقضايا المجتمع الإسلامي المعاصر بشكل خاص؟ لا شك أن الإمكانيات لها دور كبير، كل ما كان الإعلام مخدوم إمكانيات فكرية، أقصد كوادر متخصصين خبراء في الإعلام، أهل ثقة وأهل ثبات وأهل فقه وأهل علم، بالإضافة إلى الدعم المادي السخي من رجال الأعمال، من الدولة، من المصلحين، من الأثرياء، هذا كله يشكل نواة لعمل قنوات فضائية وإعلام قوي يستطيع أن يخوض في خضم ما يحدث الآن بين القنوات. أنا أقصد هل هو هذا الإعلام يستطيع يعني أن يتناول المشاكل والقضايا الحساسة للأمة؟ عنده قصور في هذا؟ الآن عنده قصور، نعم، ما في شك قصور موجود، لكن يعود هذا القصور، إحنا ما تعرفنا عنده قصور، نعم، في مشاكل، إلى واحد تفضلت وقلت الإمكانات، بالضبط، عدم وجود الخبراء، عدم المشاكل في الطرح، عنده قصور في الطرح، نعم، البرامج، عدم وجود الكوادر، أي نعم، وجود الكوادر المتخصصة في عمل طرح إعلامي هادف إسلامي إيجابي. يعني الآن إحنا أقول لك شيء عن 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 ثقافة يجب أن تبرز في جميع القنوات الإسلامية، ثقافة حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، حديث بسيط. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول بأبي هو أمي الكلمة الطيبة صدقة، وتبسمك في وجه أخيك صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة،
وتعين أخاك على دابته صدقة، وتملأ من دلوك في دلو أخيك صدقة. ولو تتبعنا صدقات والله لنجد الكثير الكثير منها. هل هذه الثقافة نشرت إعلاميا؟ والله ما يعرفوها، وأنا على ثقة تامة أن معظم أهل الغرب لا يعرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكلام، لأنه لم يصلوا. إحنا نركز على إيش في قناة مشروع قناة الصحبة والآل الآن، تناول السنة النبي صلى الله عليه وسلم تعليما، يعني يا سلام واحد تناول أيوة. السنة هذا هو نعم. وفي مشروع ثاني الآن إن شاء الله سيقدمه أحد العلماء الكبار، إن هو يأتي يتكلم عن السنة كبناء وكطرح وكتأصيل، اهتمام بشأن السنة إن شاء الله. هذا صحيح. يكون موجود بعد الله. وتجد في المقابل في القنوات الغربية نعم يقيمون هذه السنن على أنها مبادئ عندهم، ثقافة صحيح. نعم ثقافة لهم أنهم يساعدوا بعض ويفتحوا دور أيتام. وأعرف زرت سويسرا في سنة من السنوات، وأخذوني بعض الأخوة قالوا تعال نوريك دار وضعها رجل ثري جدا كان في سويسرا من أثرياء البلد. قالوا هذه الدار خصصها بعد وفاته للمسنين والأيتام. سبحان الله، هذا عمل موجود في عندنا في الإسلام، موجود عندنا في الإسلام. الوقف، الوقف. أين نحن من إبراز الوقف ودوره؟ وهذا ما نطلب به القنوات الإسلامية، الوقف الإسلامي برعاية مثل هذه القنوات. لذلك نحن الآن نريد أن نصحح المسار، وأن تكون إن شاء الله قناة مباركة زي هذه تستقطب الخبراء وتستقطب أهل العلم وأهل الخبرة في هذا المجال لإبراز هذا الدين وعظمته. نعم. وهذا الرسول صلى الله عليه وسلم ومكانته، اللهم صل وسلم عليه الحقيقية. نعم. أبغى أضيف شيء على كلام الأستاذ الصالح حقيقة. كنت في زيارة لإحدى الدول، وطبعا نحن كما قلنا لا نجلد ظهر أحد، لكن مع كل ما تعانيه القنوات الإسلامية إن صح التعبير يعني. نعم. وليس معنى ذلك أننا نصف غيرهم بدون ذلك يعني. نعم. كل الناس الحمد لله على مسلمين. لا إله إلا الله، نسأل الله أن يحفظ الجميع على العقيدة الصحيحة والطاعة والعافية. رغم كل هذا ورغم كل ما يكون عليها من التضييق المادي وعدم وجود اليد المعينة والمساعدة، لكن خلال 15 سنة الماضية مع بداية هذا الإعلام الإسلامي الهادف تغيرت كثير من مفاهيم الناس. يعني من إحدى المرات مثلا صليت في دولة من الدول وقرأت بقراءة ورشة عن نافع. نعم. ونوهت نقرأ بورشة عن نافع. نعم. فأتى مصلي مسبوقا وبعد الصلاة يعني قال أنت ألقيت كلمة فكأنه كبر عليه، كيف يغلط في الصلاة وكمان مسوي نفسه شيخ. فقال لي شيخ أنت غلطت كثير النهاردة وكذا. قلت له فيه، قال انت الضحي، احنا اسمها الضحى، الضحي دي فين؟ قلت له انت معانا من الركعة الكم؟ قال ركعة تانية. قلت له احنا نوهنا دي قراءة ورشة كذا. الان مع وجود القنوات مثل قناة القرآن الكريم اللي اطلقها الملك عبد الله طيب الله وثراه ورحمه، وقناة المجد القرآنية وقنوات اخرى، اصبح الان علم القراءات من العلوم معروف. نعم. المعروفة. نعم. بعد ما كان من العلوم النادرة. نعم. يعني تلقى الآن حتى مسابقات القرآن بقى فيها فرع خاص للقراءات. نعم. يعني فهمتني إزاي؟ ثانيا الناس ما كانت تعرف تتوضأ في القرى والهجر. واحد سألوه يعني طالب في كلية تربية أسماء زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، قال أمنة بنت وهب. واحد قال له دين نسب النبي، قال محمد بن علي بن أبي طالب، سمك على نظرية سمك لبن تمر هندي عليه الصلاة والسلام، محمد بن علي بن أبي طالب. فلكن الآن الناس تغير الوعي، عرفت الصلاة، عرفت الزكاة، عرفت إلى كل هذا. لدعم مثل هذه القنوات الهدف، أنا أريد فننشر ثقافة الوقف. أنا أيوه أنا أريد أقول حقيقة يعني ينبغي للقنوات جميعا حقيقة حفظهم الله أن يتوقفوا على الشريط التول بار اللي بيقول لك ادعمونا على رقم الحساب كذا. سيبوا دي يا اخوان، اتوكلوا على الله عز وجل واشتغلوا واعملوا واعمل ثقافة الوقف، اجعل لك وقفا حفظك الله ورعاك. صحيح. على اساس يدر ريعا ينفق على على هذا. انا لا اريد اضرب لك مثال باسم واحد من الناس، لكن واحد من الناس المشهورين جدا الذي بدأ تجارته ب200,000 ريال، والآن وقفه فقط يتعدى 20 مليار ريال، الوقف فقط. سبحان الله. نعم، يحج على نفقته أكثر من 10,000 مسلم جديد سنويا. نعم. سنويا 10